مطارت طائرة وارتفعت، إلا كما طارت هبطت. في مطار بوفاريك العسكري غربي العاصمة الجزائر، حطت طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قادما من جنيف. عاد بوتفليقة إذن، هل هو معاف؟ لا أحد يعلم. هل هو في غيبوبة؟ لا أحد يعلم. سلمية سلمية، بوتفليقة مومية، هكذا صرخ الجزائريون. كل ما يعلمه الجزائريون أن رئيسهم تحول إلى مومياء، والمومياء في التعريف العلمي هي جسد يتم تحنيطه عبر حفظه بمواد كيميائية لحمايته من التحلل. وما لا يمكن استبعاده أن المؤسسة العسكرية التي تحيط بعبد العزيز بوتفليقة قد تعلمت فن التحنيط السياسي واحتفظت بجسده كي يبقى صورة هامدة معلقة على استمرار مصالحهم. وذاك سيناريو يضمن لهم ترسيخ البقاء ويبعد عنهم شبح الفناء. وبما أن الجزائريين تلمسوا طريقهم منذ إعلان بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، فلن يكون البقاء الذي تمناه الجيش الجزائري مزروعا بالورود، لن يكون في استقبال بوتفليقة الذي عاد من رحلة علاج شعب يستقبله بالزغاريد والأزهار كما حدث من قبل. الزغاريد وحدها ستكون لحرية الجزائر، والعصيان المدني والإضراب العام في الأسواق والجامعات والمدارس هي حزمة الورود التي أهداها الجزائريون لأنفسهم. لن يكون للساسة سوى الدهشة والذهول من شعب ظنوا أن نهايته ستكون مع نهاية بوتفليقة. إلا أن البدايات ستنطلق من حيث تنتهي النهايات. بدأ الجزائريون رسم خطوط البداية التي تضع بوتفليقة في خطوط النهاية. الاحتمالات مفتوحة أمام تشبث الجيش برئيسهم المريض أو تحييده من المشهد السياسي. هناك مثل شعبي جزائري يقول: هارب من الطامة طاح قطعة الروس، وهو كناية عن الحظ المتعثر. من الواضح أن الجزائريين أرادوا اليوم العثور على طريق آخر يمنحهم عدم التعثر مرة أخرى.